حلقتنا لليوم كانت آخر حلقة بسنة 2013، هالسنة العجيبة اللي مرقت علينا. بهي الحلقة عملنا المجامر، تتذكروا؟ المجمرة المعروفة بدير عطية ويبرود وما حولها بيقولوا عنها أهلها أنه هي أصل البيتزا، مع أنه أصل فصل البيتزا الطليانية معروف، بس نحن السوريين عنا قناعة أنه كل شيء بكل العالم أصله سوري، وبجوز يكون هيك، ما بعرف. العجين واللحمة هن المكونين الرئيسيين لأكلتنا لليوم، مع البصل والبندورة ودبس البندورة. قليل الأكلات اللي منقدمها بفتوش وبتعتمد على اللحمة بشكل أساسي، يمكن لأنه وصلت لأسعار خيالية وصار صعب أنه تكون موجودة بشكل دائم أو حتى شبه دائم، ويمكن كمان لنشوف تنوع مطبخنا وارتباطه بالمواسم وعدم اعتماده على مكون واحد وقديش هذا الشيء بيعمله غني. اللحمة غير أنها صعبة المنال، كترتها ضارة جداً، أصلاً مشان هيك عم تغلى اللحمة مشان ما نكتر منها، لأنه كترتها مو منيحة للصحة بس قلتها مفيدة ومغذية. الفيتامينات وخاصة فيتامين بي والمعادن وخاصة الحديد المفيد بالوقاية من فقر الدم والزنك اللي بيساعد على تنظيم معدل السكر بالدم، إضافة إلى أنه أحد أهم مصادر الحصول على الأحماض الأمينية والبروتين اللي بيساعدنا على حفظ الطاقة وإطلاقها، هي أهم فوائد اللحمة. بهي الحلقة اللي رح نسمعها بعد شوي زرنا دير عطية بموسم جني العنب، ورحنا على الكروم وعشنا مع الأهالي النهار بكل تفاصيله، وعملنا المجامر، الأكلة اللي حكينا عنها قبل شوي. ميزة المجامر إنه قطعها صغيرة والصينية بتعد كتير، لهيك اليوم اقتراحنا لكم بصحنين وهنا إنه تعملوا هالصينية وتنزلوا على هالحارة. في كتير ناس رح تاخد منكم هالمجمرة، وبجوز تكون هالقطعة الصغيرة هي كل فطورها. شو؟ كفو؟ المجامر من دير عطية، دار العطا، على سوريالي هلأ معي أنا مايا ببرنامج فتوش. خليكن معنا.